اهلا وسهلا بكم مره جديده مع تعلم اللينكس من خلال تحديات باندت مع تكنو هاب. احنا في المرات اللي فاتت اتعلمنا حاجات عن طرق الكونكتيفيتي المختلفه، وجربنا التلنت، جربنا الاس اس اتش، وكمان شفنا الاوبن اس اس ال. خلينا نشوف النهارده مع باندت 16 17 و18 عندنا ايه. اول حاجه في باندت 16 التحدي بيقول ان احنا عشان نجيب الباسورد بتاعت ليفل الجديد محتاجين نبعت الباسورد بتاعتنا في كونكشن لللوكال هوست، بس مش قايل البورت اللي المفروض ان احنا نكونكت عليه. المفروض ان احنا هندور على البورت الصح في رينج من بورتس من اول 31000 لحد 32000، يعني عايزنا ندور على البورت اللي مفتوح عليه سيرفيس او خدمه تقبل ان احنا نكونكت عليها ونبعت الباسورد في رينج 1000 بورت. طبعا احنا لو بنفكر نعمل الكلام ده فرهده مش طبيعيه جدا ان احنا نقدر نفتح 1000 اس 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 سيشن ونجرب فيها. وفي الظروف الحقيقيه في الريل لايف لو حاولت تعمل كده على نتورك، كل اجهزه السكيورتي اللي موجوده في النتورك هتحس بيك وهتعمل لك بلوك، وهتبقى فضحتك بجلاجل جوه الموضوع ده، فده مش اكسبتابل خالص. طيب الحل ان احنا نعمل ايه؟ الحل ان احنا في عندنا تول بتعمل سكاننج على نتورك او على اي بي رينج او على اي بي واحد لوحده خالص، وبيقول لنا كل ديفايس اونلاين في الرينج ده ايه السيرفيس اللي مفتوح عليه، وبيدينا معلومات كتيره جدا عن الديفايس ده او الكمبيوتر ده. يعني جميل. التول دي اسمها ان ماب. ان ماب في منها نسخه جرافيكال يوزر انترفيس بتشتغل بيئه رسوميه يعني اسمها زين ماب، لكن احنا عشان احنا اوريدي بنشتغل على اس اس اتش، احنا كونكت على تيرمينال، فهنشتغل بالان ماب. وفي الحقيقه الان ماب الفانكشناليتي بتاعته والاداء بتاعه احسن والطف من الزين ماب، لان في مرونه اكتر في التعامل عن الزين ماب. هسيب لكم في الديسكريبشن زي ما تعودنا لينكات بتتكلم على الان ماب والارجمنتس بتاعته وازاي نستخدمه. اتكلمنا كتير قوي النهارده، يلا بينا نبتدي ونشوف هنعمل ايه مع باندت. هنبتدي في الأول خالص مع SSH banded sorry steam. أنا عايز 3.0. أوكي connected، عايزين نجيب الباسورد. طبعا الناس اللي دخلت بعد أول سبتمبر هم غيروا الباسورد بتاعتهم كلها، فاحنا محتاجين دي كانت الليست بتاعت الباسورد القديمه اللي كنا شغالين بيها قبل كده، ودي الابديتد ليست بتاعت الباسورد الجديده. انا هناخد منها الباسورد بتاعتنا ونكونكت اهو. دخلنا خلاص احنا على باند 16 كده. اول حاجه عايزين نعمل ان ماب على اللوكال هوست بتاعنا. طيب هو دلوقتي عمل ان ماب على الديفولت البورتس اللي موجوده، ويطلع البورتس الموجوده والسيرفيس الموجوده. عندنا سيرفيس اس اتش اللي احنا كونكت عليها على 22 ده لوكالي، وفي حاجه اسمها ان دي ام بي اس ما لناش دعوه بيها دلوقتي، دي على بورت 30000. احنا الرينج بتاعنا على بورت من 31 لحد 32000، فاحنا محتاجين ان احنا نقول له ان ماب على البورتس من 31000 لحد 32000 في اللوكال بوست. جميل. فطلع علينا ان في 5 بورتس مفتوحين، بس مش قايل ايه السيرفيس المفتوح عليه. طيب احنا محتاجين ان احنا نشغل بعض الارجومنتس الزياده عشان نعرف التفاصيل دي. لو احنا مش عارفينها ابسط حاجه ممكن نستخدم النان بيجز تقول لنا احنا محتاجين نعمل ايه، بس اني anyway احنا هنستخدم ارجومنت اسمه ماينس اس بي كابيتال، ده هيطلع لنا التفاصيل اللي احنا محتاجينها. القصة دي هتاخد لها حوالي 2 3 دقايق. خلينا نبوز الريكورد دلوقتي ونرجع بعد ما يخلص الاسكان بتاعه ونشوف ايه اللي طلع وهنتعامل معاه ازاي. طيب هو كده خلص الاسكان بتاعه وطلع لنا الخمسة بورتس اللي احنا بنتكلم عليهم، وباين فيهم ان فيهم بورت اوريدي اصلا مفتوح عليه اس اس ال على ايكو، ده هيعمل ايكو بس، يعني اللي احنا بعته له هيرجع لنا تاني، ده برضو مفتوح عليه ايكو، ده مفتوح عليه اس اس ال وانون، وده مفتوح عليه اس اس ال وايكو. يبقى احنا فعلا ده اللي احنا محتاجينه، ده اللي هنشتغل عليه فعليا. جميل. طيب ده بورت كام؟ اللي هو 31 790. اوكي هنشتغل عليه زي ما اشتغلنا المره اللي فاتت بي اوبن اس اس اتش. ف
فهنقول له open SSH SSL سوري، وبعد كده S client connect على اللوكال هوست على البورت اللي هو 3197. جميل، الراجل دخلنا خلاص، هنعمل له بيست للباسورد بتاعتنا اهي، طلع لنا كلام كتير جدا. ايه الكلام ده؟ الكلام ده لو احنا فاكرين في بند 14 كان عندنا بنكونكت بيه البرايفت كي بتاع اليوزر، فده بالظبط ده البرايفت كي بتاع بند 17. احنا محتاجين ان احنا ناخد الكي ده كله كوبي عندنا ونحطه في تكست فايل عشان نستخدمه ونكونكت بيه. القصه هنا بمنتهى البساطه ان لو احنا فاكرين احنا ما ينفعش نكريت تكست فايل او نكريت فايلز عامه جوه الهوم دايركتري بتاعنا في باندت، فالحل ان احنا هنعمل فولدر في التيم فايل التيم فولدر ونحط جواه الفايل. فيلا بينا كده نقول له ام كي دوير ونسميه الدايركتري ده فين؟ هنعمله في تمب، يبقى لازم الاول نقول له تمب. اوكي تمام، هنعمل سي دي من التمب. جميل جدا، وبعد كده ممكن نقول نانو بقى ونسمي الفايل كي مثلا ونعمل بيست للكلام اللي معانا. هو هعمل بيست كده خلاص، هنقول له رايت سيف الكلام ده واكزت منه خلاص، لو قلنا له كات كي كده فكده زي الفل. يلا بينا نقول له دلوقتي اس اس اتش ماينس اي وكي 17 at local host minus p 3200 العادي خالص بتاعنا. طيب يس كونكت، ودخلنا على، لا احنا ما دخلناش، قال لك بيرميشن دينايد. ليه بيرميشن دينايد؟ عشان اوريدي اصلا الكي ده مفتوح فيه البيرميشن لكذا حد، لازم الكي يكون برايفت. اه قال لك البرميشن بتاعت الكي ده 664، يعني مفتوحه لليوزر الاونر ريد رايت، مفتوحه للجروب ريد رايت، مفتوحه للاذر فور ريد. طبعا ما ينفعش يكون برايفت كي ومفتوح للناس انها تقراه وتستخدمه، فالحل ان احنا قبل ما نعمل اي حاجه لازم اول نعمل تشينج مود للفايل كي ده، هنخليه 4 ان هو نبقى احنا بس اللي لينا حق ان احنا نقراه، يعني مش محتاجين اكتر من كده، مش محتاجين حتى رايت فيه. ونجرب نكونكت تاني. يس احنا موافقين كنا احنا نكونكت. المرة دي دخلنا على باندت 17. اوكي فكده احنا خدنا بالنا ان احنا لازم نتشنج المود بتاع الفايل البرايفت كي، نخليه فعلا برايفت، مفتوح مش مفتوح برمشن لاي حد تاني. طيب في باندت 17 المطلوب مننا هنا ان في عندنا فايلين موجودين على الهوم دايركتري بتاعنا، فايل اسمه باسورد دوت نيو وباسورد دوت اولد. الفايلين دول ايدنتيكال تقريبا، جميل، باستثناء في سطر وحيد متغير فيه الفاليو بتاعت الباسورد. ده السطر اللي احنا هناخده كباسورد في باسورد دوت نيو، ده هيبقى الباسورد بتاع بند 18. فاحنا عندنا كوماند في لينكس اسمه ديف ونقول له باسورد دوت اولد و باسورد دوت نيو، هات لي الديفرنس ما بين السورس باسورد دوت اولد والديستنيشن او اخر حاجه باسورد دوت نيو، هيكمبير بيزد على باسورد دوت اولد ويطلع لنا يقول لنا ان السطر ده في باسورد دوت اولد كان كذا وبقى كذا في باسورد دوت نيو، ودي كانت الباسورد بتاعت بند 18 او بند 17 سوري. احنا نحطها في الباسورد ليست معانا. طبعا بند 16 الباسورد بتاعتها كانت كي، فمش هتحطها هنا ما مش زحمه، نكتفي بده كده. وكده احنا معانا الباسورد اللي هنقدر نكونكت بيها على بند 19 ان شاء الله. لا احنا لسه هنعمل كمان بند 18 سوا. طيب بند 18 عندنا بيقول فيها دلوقتي ان انا if I tried to connect على
انا قلت لك دلوقتي اس اس اتش باند 18 على باند لابس دوت اس بي برو. لما اجي احط له ماشي، ما اقدر اعمل حاجة غلط هنا. اوكي طيب، احنا ممكن نعمل حاجة لطيفة جدا، نقول له اكزيت اكزيت، وخلينا من بره خالص، ممكن نكتب على باندة 18، وتعالى نسميت الباسورد بتاع البند 18. احنا كونكتد، بس في الاخر طلع لنا باي باي وعمل ديسكونكت للكونكشن. ليه؟ هو كونفيجرد على ان هو ما بيقعدش حد في الكونكشن بتاعته. يبقى الحل ان احنا عايزين نقرا نعرف فين الفايل اللي فيه الباسورد. هو قايل اوريدي اصلا ان في فايل على الروت دايركتوري اسمه ريد مي فيه الباسورد، بس if you try to connect هيطلع لك الباي باي دي وما يعرفش يكونكت معاك. يبقى احنا محتاجين ان احنا نقرا الفايل قبل ما يعملها ديسكونكشن. بمنتهى البساطه هنبعت مع الكونكشن كوماند بتاعنا، هنقول له كات ريد مي. فكده، او ممكن قبل حتى ما نقول له كات ريد مي نقول له كمان ال اس ماينس اي ال عشان نعرف مكتوبه ريد مي دي مكتوبه ازاي، فيها كابيتال ولا سمول ولا لا. عايز الباسورد تاني تقريبا، حط الجاربج. بس جميل جدا، هو طلع لي كده ان عنده اهو فايل اسمه ريد مي مفتوح ب بتاع يوزر 19 اساسا، بس مفتوح للجروب بتاع باند 18. يبقى نيجي هنا تاني ونقول له بدل ال اس ماينس اي ال هقول له كات ريد مي فايل ده، عمل كونكشن، عايز الباسورد، ادي الباسورد بس خلاص، عمل كات للفايل للفاليو بتاعت باند ال 18. كده احنا خدنا الباسورد بتاع باند ال 18 اللي هنستخدمه عشان نكونكت على باند 19 في المره الجايه. يبقى احنا كده من ضمن الحاجات اللي اتعلمناها النهارده الموضوع بتاع الان ماب، وبرده هحط لكم لينكس بتتكلم على الديف كوماند، ومع اللينكات العادية خالص بتاعت التحديات والحلول بتاعتها على الأوفيشال بلوج بتاعتنا. أشوفكم إن شاء الله المرة الجاية مع باند 19.